عن نفسك أنت ككاتب، ممكن أنك أنت تكتب عمل يحمل هالقضية أو هالموضوع؟ يعني أنا مقل في الكتابة، نفسي قصير، وخصوصا أنه اهتماماتي تصير بالتمثيل أكثر وفي الإخراج وإشراف على بعض الأعمال، ولكن ممكن يعني في أفكار كثيرة في الذهن. يعني أنا مريت بتجربة شخصية في كورونا، يعني توفت أختي رحمة الله عليها وما استطعت أحضر العزاء، كنت في الخارج يعني متوقف الطيران، بعدها ب10 أيام توفى والدي، ما استطعت أحضر إلى مراسيم حتى العزاء وأحضر الجنازة. يعني في قصص صارت على المستوى الشخصي، قصص كثيرة للناس. يعني أتذكر أيضا أول ما جيت من الحجر الصحي إلى البيت وجاني حفيد يسلم علي أو أنا بسلم عليه، قال لي لا جده من بعيد. يعني هذه قصص بسيطة لكنها ممكن تنتج صحيح. مواقف تتبلور إلى أفلام، سواء أفلام سينمائية أو مسرحيات أو دراما تلفزيونية. صحيح. نقول لك عظم الله أجرك وعسى الله يرحمهم يغفر لهم، مثل ما يقولون هذا طريق كل ماشي فيه. لكن لك تغريدة مميزة في موضوع فقدان الأب. كيف؟ لك تغريدة عن فقدان الأب كتبتها. يعني أنا يعني أكتب الشعر بس برضو مقل جدا، فكتبت يعني تقريبا أبيات قصيرة. يعني كنا كتبي ترتاح يا أبوي وارتحت، علمتنا وشلون نرحل عزيزين، ارقد قرير العين يا أبوي ما رحت، ما مات من خلف عيال كثيرين. يعني هذا اللي يحضرني حاليا من الذاكرة. الله يرحمه إن شاء الله ويغمد روحي يعني. يا رب، اللهم آمين. وكذلك شقيقتك، يعني أول شيء أنا ما قلت لك عظم الله أجرك، لكن بخصوص شقيقتك، يعني شنو التغريدات أو ردود الفعل اللي صارت لك من بعد وفاتها؟ والله تفاعل كبير أو ردود فعل، تواصل الناس، لم يتوقف التلفون سواء في وفاة أختي الله يرحمها أو في وفاة الوالد، سواء في التلفون أو في مواقع التواصل في حساباتي أو بالرسائل. يعني حتى على المستوى الرسمي جاتني برقية من وزير الثقافة في السعودية. يعني هذا قضاء وقدر وأمر الله صحيح، والحمد لله على كل حال. الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب. اللهم آمين، يطول عمركم. آمين. إن شاء الله لك طولة العمر إبراهيم.